جاءت أحداث مباراة الزمالك وإنبي التي أقيمت أول أمس على ملعب الدفاع الجوي في الجولة 21 من منافسات الدوري المصري لتضع الكرة المصرية في أزمة جديدة صنفها البعض بأنها ثاني أخطر وأهم الأزمات التي تعرضت لها طوال تاريخها. والمتابع للكرة التي دخلت إلى مصر مع قدوم قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1882 وبدأت مسابقاتها الرسمية في العقد الثاني من القرن الماضي يدرك جيدا الصعوبات التي واجهتها طوال تاريخها وكم الأزمات والمشاكل التي جاءت من ورائها، لدرجة تحميل البعض لها هزيمة حرب الأيام الستة أمام العدو الصهيوني عام 67. ولأن مسابقة الدوري المصري التي انطلقت عام 1948 هي أهم البطولات المصرية والترمومتر الحقيقي لقياس تعافيها أو مرضها، فقد أصبح السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يستأنف الموسم 56 للمسابقة قريبا وفقا لتصريحات مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، أم تتعرض المسابقة للإلغاء لثالث مرة في ظرف 4 سنوات؟ الآراء في الشارع المصري تنقسم إلى قسمين، حيث يرى البعض صعوبة استكمال هذا الموسم بسبب وقوع ضحايا من الجماهير قبل مواجهة القمة بين الزمالك المتصدر وإنبي الوصيف، كما حدث موسم 2011-2012 عندما ألغيت المسابقة بعد أحداث لقاء الأهلي والمصري في الأول من فبراير على ملعب بورسعيد. أما الرأي الآخر فيرى حتمية استئناف النشاط بعد انتهاء فترة الحداد للعديد من الأسباب، منها تأثير إلغاء المسابقة السلبي على الأندية المصرية التي تستعد لخوض غمار بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. نفس الأمر ينطبق على المنتخبين الأولمبي والأول، حيث يستعد الأول لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الإفريقية، وينتظر الثاني التعاقد مع مدير فني جديد يعيد له بريقه المفقود بعد 5 سنوات من المعاناة. وبعيدا عن وجاهة كلا الرأيين، لا يخفى على أحد التأثير السلبي الذي ضرب كرة القدم المصرية في فترات سابقة بسبب غياب النشاط المحلي، وظهر هذا في أوضح صوره بعد حرب يونيو 67 التي توقف النشاط على إثرها قرابة 6 سنوات. فعانت الكرة المصرية على مستوى الأندية والمنتخبات جراء هذا التوقف. مع الجوانب الفنية، لا يخفى على أحد أيضا قيمة قطاع الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الجانب الاقتصادي، حيث سيؤثر إلغاء المسابقة على ملايين المصريين من العاملين في هذا الحقل، ويثقل كاهل الاقتصاد المصري الذي يواجه صعوبات جمة هذه الأيام، خاصة بعد تدهور قطاع السياحة طوال السنوات الأربع الماضية. ويعود السؤال من جديد: هل يعود الدوري سريعا في ظل غياب الجماهير وتستكمل المسابقة كما حدث في الموسم الماضي؟ أم نستجيب لضغوط القلة التي تطالب بإلغاء النشاط ونترك الكرة المصرية لتعاني سنوات أخرى لاستعادة عافيتها كواحدة من أهم المدارس الكروية وأعرقها على الصعيدين الإفريقي والعربي؟ أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كرة القدم المصرية وأزمة جديدة، نحاول أن نتعرف على الأزمة وحلول لهذه الأزمة. الأزمة يمكن معروفة، لكن الحلول هنحاول نتعرف عليها من خلال ضيوف الأعزاء. رحب بناقدنا الكبير وزميلي العزيز أستاذ علاء إسماعيل، منورنا أستاذ علاء. يا أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك والصديق العزيز وعضو فريق التحليل بالملعب في سي بي سي 2 صديق العزيز خالد توحيد، منورنا أستاذ خالد. شكرا كابتن، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ولكن مضطرين كحال مرات عدة بين حين وآخر أن احنا نقدم التعازي أكيد، وكأنه كتب علينا أن نتابع مشاهد الدم أيا كان سبب هذا الدم. نعم، مش عايزين يبقى الموت رخيص قوي كده. استنساخ المشهد أو تكرار صوره حتى بقت عند عادة البعض أنه بيروج لصور الموتى، مع أنه الموتى حرمة.
واذا حضرتك تابعتنا هنا اليومين دول من فضل الله سبحانه وتعالى. برافو عليك، اشكرك تمام، اشكرك كاعلامي تمام. انا اشكرك كصحفي، انا وزملائي هنا كلنا في فريق الاعداد والاخراج كلنا الحقيقه اتفقنا انه ما فيش صور خالص يعني، ومش عيب ان احنا يبقى عندنا اخطاء قبل كده نتعلم منها ونحاول نستفيد منها يعني. وحييك الله يخليك، وحييك وحييك بجد الله يخليك. لسبب انه راجت في السنين الاخيره، يمكن الاربع خمس سنين الاخيره، يمكن بعد 25 يناير دون ان يكون للحدث نفسه اي ذنب في هذه المساله، انما هي فكره الوعي بقواعد الاعلام. اتحدى اللي بيفهموا في الاعلام كمتخصصين او غيرهم من المواطنين العاديين، اذا فتح وسيله اعلام اجنبيه ايا كانت سواء انترنت، مستحيل لمحت النص الثاني طبعا، سواء كانت انترنت او تلفزيون او صحافه، ووجد صوره واحده لضحيه او قتيل او دم. شفت حاجه لشارلي، شارلي ابدو؟ شفت لشارلي ابدو ده في حد غلط ونشر صوره من بعيد كده على اللي اتعمل فيه؟ اذا نحن نتكلم عن اداء خارج الزمن، ده شيء اللي بتصدر بالظبط. اذا نحن نتكلم عن اداء خارج الزمن وخارج القواعد، نعم، لدرجه ان النهارده انا كان يعني تقريبا جزء كبير من اليوم حطيت غلاف مجله الاهرام الرياضي، فبقى في مناوشات مع عدد محدود من الاشخاص اللي هم عايزين يسيسوا ما جرى في استاد الدفاع الجوي. نعم، هم اربعه خمسه خدوا جزائهم وتعمل لهم البلوك، وبقوا فرجة الناس اللي بعد كده انسابت التعليقات المتفهمة للغلاف ده، لان احنا كان لنا رأي في الغلاف. انا شفت انت ودخل الاستاذ علاء حتى علق. الفكرة كلها انه من بين الناس اللي دخلت، وطبعا من مكر خالد توحيد ما بنكروش، قبل ما اعمل بلوك بخش على صفحته فتلاقي الاخوان واللي تلاقيه بردعاوي، ما هو ما بيفوتش عليا. انا شغلتي الاعلام، والاعلام هو قدر هائل من الملاحظه والربط والوصول للمعلومه والتدقيق، برافو عليك، والتفتيش في الصور اللي بتدور قصادك. فراح حاطط لي صوره الضحيه، صوره واحد، انت فاكر انك تضغط عليا يعني بصوره هو في دار الان افضل من دارنا. نعم، اللي انت حطيت صورته ده هو في دار افضل من دارنا، اكيد. وفي نفس الوقت انت لا تستطيع ان تحرك قناعه من قناعاتي بهذه الصوره. ثم انت اخدت ذنب بانك انت لم تحترم حرمة هذا المتوفى. احكي لك بقى على السجال في خلال الكلام، انما انا اللي اقصده انه ما جرى هو عودة جديدة لمشهد الدم اللي بقى بيتكرر كثيرا في حياتنا، وكأنه يرد لنا وكأنه طبعا. نعم، طيب استاذ علاء، يمكن هاخدك في سكة تانية بعيد بعد ما حضرتك تقدم العزاء في الضحايا. يمكن في الفصل كنت بتكلم مع الصديق العزيز خالد مرتجي، وخالد حاجه مهمه في لجنه الانديه في الاتحاد الدولي الفيفا اتحاد دوري كره القدم، وكان بيكلمني على دور المنسق الامني. وانا لما اتكلمت على دور المنسق الامني فبعت لي الاستاذ مجدي المتناوي انه كان لواء شرطه سابق هو المنسق، وعمل محضر في اسم الشرطه ومش عارف ايه قبل المباراه، وحتى قلت للمهندس محمود الشامي ده ورق متستف يعني ده مش موضوع، شئنا ما بينا هترجع الرياضة هترجع كرة القدم، ونرجو ان تعود خلال اسبوع على الاكثر يعني زي ما قال المهندس محمود الشامي وقال التوقيتات بتاعتها يعني. هل قال الاوان ان احنا نرجع على نظافة يعني منسق امني عنده المدرجات، عنده البوابات، عنده الشوارع المحيطة، عنده اتوبيسات الفرق، عنده طريق الدخول المشجعين؟ لان انا كنت مراقب، والمراقب هو اللي بيرقص فريق العمل بالكامل. ازاي نقدر نبني بقى على نظافة وبجد مش بهزار المرة دي؟ بص يا كابتن احمد، هو طبعا الحادث اللي زلزل ضمائرنا في ال 48 ساعة اللي فاتت هو ما كانش الاول، احنا عشنا زلزال اشد بحكم ان هو كان الاول حادث استاد بورسعيد. احنا المشهد ده زي ما بيقول الاستاذ خالد، احنا تعودنا على مشهد الدم للأسف. ما حدث في الدفاع الجوي المشهد كله برمته بتفاصيله ما تقدرش تفصله عما حدث في مصر خلال الاربع سنوات اللي فاتت. انفلات، انتهازيه في اعلان المواقف. اللي عايز يركب حرك الانتهازيه دلوقتي بس بجهز، بس انه ملف كبير شويه فبجهزه. انتهازيه على اعلى مستوى من اللي عايز يركب فوق الوزير ومن الرياضيين اللي بيكذبوا وبيحلفوا باعظم الايمانات وما اكثرهم
بالمسؤولين في الأندية اللي عايزين يهاجموا الاتحاد لمجرد ان هم لهم حسابات وتصفية حسابات. المشهد برمته في ناس شايفاه من الزاوية دي، انا شايفه من زاوية تانية خالص، انه الحادث كان مقدرا ومرتبا ومخططا له انه يحصل. منين؟ من جهات، اولا في جهات بتحرك الالترس، وانا قلت انه للاسف احنا بنتكلم على الالترس دول كما لو كانوا جمعيه تم اشهارها وفي البعض بيطالب بحلها. تحل ايه؟ ده هوا. عبد الحليم حافظ غنى بيقول انا ماسك الهوا بايدي. انت عارف الالترس دول مين؟ مين اللي بيمشيهم؟ مين اللي بيخطط لهم؟ محدش عارف. الادوات البسيطه الساذجه هي اللي بنشوفها في الشارع اللي في الملعب اللي بيموتوا، هم دول الادوات. لكن مين راس الشبكه اللي بيخطط؟ مين اللي بينفذ؟ انا مره التقيت مع شاب منهم عقب حكم محكمه حادث استاد بورسعيد اللي كان فيه اعدام 21 اللي كان فيه 21 وراحوا هجموا، كان ساعتها اقصى اعدام في تاريخ مصر، وراحوا هجموا على مقر اتحاد الكره ونادي الشرطه، حرقوا اتحاد الكره وحرقوا نادي بورسعيد. قلت له انتوا اتحركتوا امتى؟ قال لي بعد الحكم ب 10 دقائق. قلت له ليه؟ قال لي جالنا تعليمات. الاول هللوا للحكم ثم فجاه حد قال لهم جالهم تعليمات بالعكس. مين اللي هذه الشبكه المعقده مين اللي بيمولها؟ مين اللي بيعطيها التعليمات؟ مين اللي بيخطط ليها؟ والولاد دول للاسف هم الضحايا. يعني انا مش بدافع عنهم لكن بالفعل هم الضحايا. طبعا اللي ماتوا دول هم الاغلب، هم الابرياء اللي ماتوا دول، هم واهاليهم هتلاقيهم يعني طيبين وغلابه، اما انه مثقف جدا ما بين مهندس وطالب في مش عارف ايه او ايه، او راجل على فضل كريم وجاي، او شاب حابب الزمالك وجاي يشجع الزمالك بس. يعني الحادث ده بيراد بيه مصر، بيراد بيه ضرب الاستقرار اللي احنا بدأنا نشم ريحته، ضرب المشاريع اللي احنا مقدمين عليها خلال ايام، ضرب حاجات كتيرة قوي. انت ما تفصلش الحادث ده عن التسريبات اللي ما هو جبت لك شبكة رصد في الاول عشان حضرتك تبقى يعني انه جابوا كلام على لساني ان انا قلته امبارح، والكلام ده انا قلته 12/10 وقلته تعليقا على كلامهم هم، جابوا كلام على لسان رئيس الجمهوريه يا تتحكم وتتقتلوا، الراجل قال لك انا اتقتل، قال لك كده انا مستعد اتقتل، فجابوا لقطه كده، فجبت ده وجبت ده بقى وقلت لهم بقى اللي ربنا قدرنا عليه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عارف احنا في الحاجات دي ما نتوسوسش. لا طبعا يعني ربنا قدرنا عليه العدل. صحيح. انت الحادث في اخطاء حصلت، اخطاء في الارض حصلت. الشرطه بتتعامل مع الالترس كما لو كانت بتتعامل مع الالترس نفسهم في شارع محمد محمود. الشرطه متوتره نتيجه الاحداث، كل يوم في مصيبه في قريه في بلد في سكه حديد فالشرطه اساسا عليهم ضغط. فوق ده كله البعض الاولاد اللي راحوا الملعب في نيتهم اشعال الموقف بدليل الحريق اللي حصل في العربيه، في العربيات بدري اكتر من عربيه. ما تقوليش قفص حديد، القفص الحديد خطا طبعا، عيب، لكن خطا وعيب طبعا، خطا وغير انساني، لكن تنفيذه واستغلال هذا الخطا بهذا الشكل ادى الى التداعيات اللي احنا شفناها. ما جيش بقى انا بعد ده كله واجي اصب اشوف ردود افعال يعني عايز اقول انها سيئه للغايه وبتسيء لينا احنا كلنا. اللي بيشتم او بيهاجم عشان الوزير هو الغلطان انه بيصفي حسابات قديمه مع الوزير، اللي بيهاجم اتحاد الكوره لانه برضه له تصفيه حسابات مع اتحاد الكوره، اللي ابص الاقي حاجات غريبه جدا. مش هو يا جماعه اللي شفناه من 4 سنين من 2011؟ هي دي الاحداث، هي دي الاحداث. ده بالعكس ابص الاقي لاعب بيفكرني بما حدث من اللاعب محمد ابو تريكه يوم مباراه السوبر المصري، لما فجاه اعلن انه مش هيلعب واحرج زملائه. احرج زملائه. حتى انا فاكر شريف اكرام وكان اهلي وامبي يا اخي سبحان الله، وكان اهلي وامبي. نعم نعم. عمر جابر يعمل نفس التصرف وزملائه يحلفوا ان هم ما كانوش يعرفوا انه هيعمل كده، وهو حوادث يعني تركيبات غريبه. بس واقعه عمر جابر بالنسبه عشان ما نظلموش قوي هي اخف ما في الموضوع. لانه في النهايه
سيحسب على عمر جابر انه عنده لائحه يتعاقب عليها. طبعا. وده اللي قلناه لما بوتريكا اعتذر عن المباراه بالمناسبه. يعني اقصد ايه؟ انه ما في في صلب الموضوع اللي المفروض احنا ما يغيبش عن انظارنا طول الوقت. عمر جابر نقول له اركن على جنب لائحه تطبق عليه والسلام عليكم. بوتريكا يعني اقصد ايه؟ انه في مواضيع هامشيه مش مطلوب انها تكبر، لان هو هناك لوائح تحكمنا. امتنع عن اداء المباراه بيقول لك اصله يتوقف 13 سنه، يوقفوه 13 سنه. حسن. يتغرم 66 مليون، يتغرم ست. ما تكبرش المواضيع، خليك في قضيتك الاساسيه. موضوعنا الاساسي دلوقتي ان النهارده، ومش هنتكلم عن نظريه مؤامره، مع انه في مؤامره. انا كاتب لك السؤال الاولاني نظريه المؤامره بالمناسبه. انا امبارح لميس سالتني نظريه المؤامره، قلت لها اشك. اول امبارح سالني الاستاذ وائل ابراشي في مؤامره، قلت له لا احبز. النهارده لا. بدات اشك، لا بدا يجي لي شك. خليني اثبت نقطتين بس. انا دخلت في النقاش بس خليني اثبت نقطتين قبل ما ابدا الكلام. النقطه الاولى، انا قلت انا هتكلم في هذا الموضوع مع تنحيه من توفوا جانبا، هذه قضيه منفرده. برافو عليك. احترام لقصه الموت ودون ان يمسهم ما سنقول. تمام. خالص. تمام. الجزئيه الثانيه انه هتكلم طول الوقت وهننقل الحلقه الساعه 10 ومش هوجه اتهام لحد، لانه لست سلطه اتهام ولا يملك منا احد. بس هقول انا لا املك المعلومات التي تتيح لي ان اوجه اتهام، انما استطيع ان اقرا صور واتكلم بناء عليها. اما يخش 50,000 في مهام الكونفدراليه بتاع الاهلي ويخشوا ويخرجوا بسلام دون ادنى مشكله، وفي 20,000 متجاوزين. الصبح كان في مشكله يوم ما اقتحم البوابات، اقتحم الاستاد، وتوجه وزير الشباب وتوجهت قيادات الامن، وفجاه استمعوا بصوت العقل، وفجاه خرجوا، فجاه طلعوا وحسبوا. ده عشان كانوا عايزين يحطوا حاجات. كانوا عايزين يشتغلوا شغل بيترتب. يعني الصبح بدا بمشكله، ولكن هم في النهايه حسبوها وخرجوا. نهائي افريقيا، بطوله افريقيه، ايه الارباح، ايه الخسائر، فحكموا صوت العقل. نلاحظ المشهد ده بتاع النهار ونتكلم على جزء المساء. دلوقتي يرد لك لا يا عم ما تنساش الصبح حصل كذا. هنحي ده جانبا. تمام. هنحط في الاعتبار. نعم. انما هنيجي نتكلم في الجزئيه، تعالوا نتكلم على مشهد المساء. نعم. 50,000 دخلوا زي الفل وخرجوا زي الفل. ليه؟ صحيح. امبارح اقل من هذا العدد تقريبا بنسبه 80%. تمام. ولم يرد لهم الدخول لا بسلام ولا خروجهم بسلام. من مين؟ مش هوجه اتهام. لا معلش، لان لا املك. انا وانا قاعد، انا دلوقتي وانا قاعد هقول يبقى اذا حضرتك بتقول انه ضباط الامن ومسؤول الداخليه ما كانوش عايزين يدخلوا بسلام ولا يخرجوا. لا طبعا. لا مش صحيح. لا لا لا. ولا في الجانب الاخر. انا وانا قاعد بتفرج، ما هو انا دلوقتي انا حطيت نفسي في موقف المتفرج. حضرتك دلوقتي لم يرد. والله لو عندي عندي صدقني شخصيه خالد توحيد تسمح ان اقول. ومش هيهمني. تمام. ما بيهمنيش. ما عنديش حد يقدر يجي يراجعني في كلمه. او يقول لك النهارده الراجل ده يعني هيخف. لا مش هيخف. لو والله لو اعرف كنت. تمام. هقول. انما الفكره كلها انا لدي مؤشرات. انا راجل شغلتي ان احلل صور كويس، انما ما عنديش الصلاحيات ان اطلق احكام الا لو كان عندي معلومات. وتاكد ان لو عندي معلومات لن ابخل بها على احد. شفافيتي وصدقي واخلاصي لهذا الوطن والمهنتي يمنعوني ان اتاخر عن اني اقدم حقيقه ام اعتقد او اعلم انها حقيقه. انما واقع الامر الصور اللي بتتدافع قصادك تقول لك انه في شيء ما في المشهد. نضيف لي عشان حتى لا نبخس الحقائق اشياء، وحتى لا نختزل الامور في اتجاه، في اخطاء تانية سلوكيه. طبعا طبعا. اتكلمنا على النهارده المنسق الامني زي ما بتتكلم، هنتكلم عن اداء امني بشكل او باخر في دخول الناس وخروجهم، انما سيبقى في النهايه سلوك البشر. هو ده المهم. صدقني يا كابتن شوبير. ده غلاف الاهرام الرياضي. اديني دقيقتين اوضح. اتفضل. لانه بلاها جمهور دي جننت البعض. خاصه اللي عايزين. وهتكلم بوضوح بقى زي ايه اللي علقوا النهارده عايزين يلزقوها للداخليه. لزقوها براحتكم. بعيد عني. انما تعالوا اسمعوا النهارده بتوع الاهرام الرياضي لما قعدوا ليله الحد. طلعوا ليه العنوان ده. ليله الحد ابتدى يبقى فيه كلام رايح تجاه الغاء البطوله. اسفين. اسفين مصر ما تتعاقبش. لان الغاء البطوله او ايقاف كره القدم هو عقاب لمصر كلها. عقاب للشعب المصري. انما
اللي نقدر نقبله او نطالب بيه هو عقاب الجمهور. نعم. لحد ما الجمهور يقدر ان ملعب الكوره للمتعه. ملعب الكوره للمتعه مش للخناق ولا الدم ولا السباب ولا الشماريخ. عشان كده قلنا بلاها جمهور. الخطوتين اللي خدناهم قدام مش هنسيب حد يرجعهم لنا اتنين تانيين ورا. ايقاف الكره معناه انه انت اتخذت تاني الخطوتين ورا 200 خطوه. بالمناسبه انا كاتب في مقالي باراجراف مؤلم وجبت فيه القديم انه بعض الاحيان كانت البرامج اما تلاقي وقت فراغ يفتح قصه الجمهور ضغطوا على صانع القرار عشان يرجع الجمهور. عايزين ترجع الجمهور بعماره ايه؟ في حد فني يجي يقول لك ايه والله عشان بيشحذ همم اللاعبين. روحوا ادوهم منشطات اذا كان اللاعب مش عارف يخلق الدوافع من جواه وبتتخلق له من جمهور روحوا ادوا له منشطات بالمره. ما ينفعش. طيب يعني انا ما سمعتش النهارده قال لك ايه جمهور مانشستر يونايتد يحتاج لاعبي اليوم عشان يفوز على هال سيتي. محتاج جماهير اليوم. معلش بس هو الكوره بتكتمل طيب يعني في الظروف الطبيعيه. في الظروف الطبيعيه. ده في الظروف لا انا هكمل الجزء الاهم في القصه. اتفضل. فالناس قعدت تضغط على صانع القرار عشان يرجع جمهور. انا جمهور. في الاهرام الرياضي اللي انا عشت فيها ربع قرن كامل قعدنا 15 سنه ال 15 سنه الاخيره نكتب ما بين سنه واخرى عن غياب الجمهور عن المدرجات. برافو عليك. انتوا بتتكلموا عايزين ترجعوا الجمهور ترجعوا 3000. يعني القضيه سخنه قوي والغايب 2003. يعني المقصد في ايه؟ صنعت قضيه بلا طائل وبلا عائد واول تجربه او تاني تجربه ليها. بالمناسبه اليوم اللي قبله كان فيه ماتشين ثلاثه اول تجربه اول تجربه حقيقيه طبعا لانه كان فيه قبلها يومين تحت الجونه ومقصه ولا بالظبط كده خدنا مش هنهزر في اول تجربه بتتكلم عن واقعه مؤلمه. بالمناسبه انا طلعت معاك في حلقه من الحلقات بس الكلام ده من حوالي شهرين واتكلمت على اشتراطات النيابه قلت لوليد كنت قلت لوليد وقلت لك الحادثه هتتكرر تاني. حصل النهارده سجلوا عليا النهارده 10 فبراير 2015 اللي جايه فيها 300 او 400 تاني تالت. ليه؟ انت بتتكلم مبدئيا على ان اشتراطات النيابه ما اتعملتش ولا شرط ملاعب غير امنه ولا شرط هما فيهم ثلاث شروط ما ينفعش تطبقه لكنه حتى ما تناقشش فيها مش عارف الجمهور الالتراس يكون ايه بتاعه تخفيض التذاكر يعني ما ينفعش وده اللي احنا اشرنا فيه المره اتكلمنا فيه مع بعض ما احنا ما اتكلمناش الا في قضايا خالد بالظبط. نعم. الشيء الاضافي لم يتحرك احد من 1 فبراير 2012 خالص. عشان يشتغل على سلوك الناس. انا رحت ابو ظبي 48 ساعه تقريبا لسه من يومين ثلاثه ما سمعتش كلاكس فابو ظبي كلها رغم الزحام العنيف ما سمعتش كلاكس. الراجل عند بيتي ماشي الساعه 4 الصبح بيلحن السريره بتاعت العربيه النقل ده في مصر ينفع 4 الصبح يعني ماشي يسلي نفسه والشوارع فاضيه والناس نايمه ما بيصحيكم. انت الان تتكلم على سلوك ينبغي ان يبقى توجه دوله النيابه يا استاذ خالد يا استاذ علاء ال10 بالنسبة. طيب خليني معاك يا استاذ علاء وهرجع يا استاذ خالد. تزويد كافة الملاعب الرياضية بكافة مراقبات بكاميرات مراقبة والتحقق من كفاءتها مش موجودة الا في ملعبين استاد القاهرة والدفاع الجوي اللي احنا كنا فيه ده. الاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة على نفقة الأندية مش موجود. الإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة بإبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة وضع خطة بديلة على ذلك في المدرجات في حالات طارئ من نشر روحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير مش حاجة من دي خالص. وضع قواعد صارمه لتحكم الملاعب الرياضيه تلتزم بها كافه الانديه على نحو يكفل انهاء كافه الظواهر السلبيه في الملاعب في حيازه واستعمال الالعاب الناريه والمواد المفرقعه والسباب ما حصلش حاجه منه طبعا طبعا ولا حاجه. 5 تخصيص مجموعه من عاملين اتحاد الكره يرتدون زي مميزا او يضع علامه على الذراع تبين تبعاتهم للجبلية المشاركه في تنظيم دخول الجماهير لم يحصلش. 6 التنسيق مع رؤساء مجالس الانديه لتخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة التي تشكل القاعدة العريضة من جماهير الالتراس التي تدعي ارتفاع قيمة التذاكر اصلا عايزين يدخلوا ببلاش. دعوة رؤساء مجالس ادارات الاندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من الالتراس وخاصة قبل اقامة المباريات لوضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي وعدم الخروج عن الروح الرياضية بيرفضوا يجتمعوا ان شاء الله مع اكبر راس في الدولة. 8 ترشيح مجموعة من مشجعي الالتراس المؤثرين في صفوف جماهيرهم للمشاركة في عملية تنظيم الدخول والتواجد في المدرجات مع ارتداء زي يميزهم غير مقبول وما حصلش. دراسه مدى امكانيه انشاء سور شبكي داخل دائر داخل
المدرجات والتي تخصص للتواجد الامني لم يحدث ولن يحدث. تقويه الفواصل وزياده ارتفاع بين المدرجات في مواجهه الجماهير من القفز الدرجه الاولى من الدرجه الاخرى لم يحدث اطلاقا. 10 شروط منهم شرطين ما ينفعش تحققه، لكنه لم يتم تنفيذ شرط واحد. زبور خالد توحيد من 2012 صدرت هذه التوصيات او هذه الشروط، اللي قال لك بناء على الشروط دي ممكن ترجع الجماهير، بتكلمش على النشاط، لا الجماهير. ممكن ترجع جماهير المدرجات. الاراده، اراده الدوله، قانون المرور، ما هو صدق صحيح. قانون المرور حلو قوي. مواد في منتهى الصرامه، لكن اراده التطبيق، اراده التنفيذ. نعم. الاشتراطات دي صدرت عقب حادث مرعب. نعم. حادث استاد بورسعيد اللي ابكى كل بيوت مصر. فين؟ مفيش اراده يا جماعه. هتقول لي تكلفه؟ لا، في احيانا امور بتجعلك انك تتحمل كل ما يمكن لتامين هذه الملاعب. الرياضه مهمه جدا، قطاع زيه زي التعليم، زي الصحه، زي الثقافه، زي. ومع ذلك انا شايف الملاعب بتاعتنا متسيبه فوق ده كله. زي ما قال خالد، السلوك بقى يعني اول امبارح في استاد الدفاع الجوي الشرطه ارادت تفتيش المشجعين. البعض وافق، بعد كده ما يحصل حاجه ما يقولكش ما فتشوهمش. البعض وافق والاغلبيه رفضت واصرت وهتفت. ولما اصرت الشرطه وقفلت، راحوا رامين الشمروخ اللي اثار هذه. اذا السلوك والرغبه في الانفلات، الاولاد دول، الرغبه في الانفلات طبعا مش عايزين يطيعوا. والعداوه الغريبه جدا اللي هم تشربوها ضد الدولة بما فيها الامن، اجهزة الامنية بيعتبروها عدو ليهم. انت قلت ان راجل استنى التليفون عشان يعني بعد ما كانوا سعداء بالحكم بعد كده بقى ولع وحريقة. الاولاد دول السلوكيات، مش هم لوحدهم على فكرة، السلوكيات اتغيرت بوجه عام في الشارع المصري. السلوكيات دي، انت النهارده السائق ممكن انت سايق العربيه ممكن واحد يكسر عليك وعايز يخبط. والله انا جاي دلوقتي، واحد لسه خبطني. والله بحلف لك بالله وانا جاي، واحد جه من ورا وطك، تبقى انت ماشي صح. ده كله ده والله بقى نفسي في الرصيف. هل السلوك ده هيصلحه اصدار قانون؟ لا. هل هيصلحه مدرسه؟ اظن لا. البيت يا خالد، البيت. الاب ما يعرفش ان ابنه في الملعب. ده في ابهات ما يعرفوش ان اولادهم ماتوا الا بعد المباراه. والله يا استاذ علاء، بعد حادثه استاد بورسعيد رحت لزياره امي عيني، كانت في واحده في القبه واحده في سيده زينب. الست عماله تبكي بدل الدموع دم، بتقول لي انا ابني كان بيروح يشجع بتاعه، عماله بقى لي فتره وبعدين ايه حسيت انه استجاب. فلما حصلت الحادثه فقلت الحمد لله، ده كان زمانه هناك، الحمد لله انه نزل راح دريم. الطريق كان في بورسعيد ورجع في بورسعيد، رجع تابوت. فبتقول لي كذب على يعني خلاص، ما هم كمان في البيت كمان يعني اصبحوا فاقدين السيطره. فقد السيطره، البيت فقد السيطره، وبالتالي انت فقد السيطره على الاجيال دي في الشارع، في المدرسه، في الملاعب، في يعني. انا اخشى حتى في الانتخابات البرلمانيه نلاقي مشاهد مماثله، وده لا يعني ربنا يستر. في النهايه انا بقول لك الملاعب لن تستطيع ان توفر فيها هذه الاشتراطات. ومن الافضل ان احنا نعاقب، معلش، الكل يتحمل المباريات او المسابقات الرياضيه تقام بدون جمهور وليكن عقاب. معلش ليه؟ ايه اللي معلش اللي فيه؟ ما انت جربت بجمهور على راي خالد في اول تجربه حقيقيه ما 19. وانا عايز بقى احد من عدد السكان هنا انه كل مباراه يوم 19 والمره دي 30 والمره دي 50، ما خلاص ما بلاها جمهور زي ما قال خالد. وبعدين انت شايف الخسائر، انت لو استجبنا لاصوات المغرضين بايقاف النشاط او الغاء ما تبقى، شوف الالتزامات اللي على الانديه والالتزامات اللي على الاتحاد، غير الالتزامات. دعوه فيها سوء النيه. دعوه فيها طبعا طبعا طبعا. ومش هينلوها ومش هينلوها لانه الخطوتين اللي خدناهم قدام مش هنرجعه. هيطلع لي واحد بقى متحزلق ولا متحزلف ولا يقول لك سبوبه يا سيدي، سبوبه وبنشتغل في سبوبه. ما قالوا يقولوا
يقول يعني اقصد دلوقتي لم تعد يعني انا النهارده جاي طبيعتي مختلفه شويه اللغه الراقيه ما بقتش تنفع، انما انا عندي الوجه الاخر اللي هو اقدر اصارع فيه عشان البلد دي عشان ناس كتير ربما صوتها مش قادر يوصل النهارده عشان حادثه قد تكون فيها نسبه القصد عاليه ما عاقبش مصر. لا انت محدش عاقب مصر. انت شايفك رايح في اتجاه انه نظريه المؤامره موجوده بعمر. بص يا كابتن شوبير، املالي استاد القاهره بكره وانا على استعداد احركهم لك في خلال 30 دقيقه في الاتجاه اللي انا عايزه. دي ابحاث. سلوك الجمهره معروف. انا اقدر اسيطر لك عليهم بعد نص ساعه. اوجههم لك بالهتاف اللي انت عايزه. طبعا واحد على الكم ده كبيره شويه. انما اقدر احرك لك مدرك فيه اقدر احرك لك مدرك فيه 10,000. سلوك الجمهره معمول عليه ابحاث علميه، انت تستطيع ان تحركهم كما تشاء في الاتجاه اللي انت عايزه. هقول لك حاجه لطيفه بس انا اسف انها شخصيه شويه. لما بدات وانت كنت معايا، الاستاذ علاء كان معايا يوم بيوم، فلما بدانا في الحياه قصه الالترس وانا كنت مذاكرها كويس فكان الاهلي عنده اظن نهائي افريقيا، وكان هم الاولاد اللي ورا الجون. يعني تعليقا على كلمتك انك ممكن تحرك الجمهور ده كله، انا جمهور النادي الاهلي كله في علاقه عشق بيني وبينهم، يعني ال 5,000 او ال 4,000 او ال 3,000 ما تزيدش الرقم عن كده بتوع الالترس في بيني وبينهم مشاكل، انا وجهه نظري بحب النادي بشكل تاني خالص يعني. فهم بداوا غنوا مش عارف ايه، وبعدين بداوا يشتموا خالد توحيد مثلا علاء اسماعيل، وبعدين راحوا رامين اسمي، فالناس كانت بتغني معاهم بيشتموا مش عارف مين من النادي ايه ومين من النادي ايه، فالشتيمه والصوت عالي، فالتانيين راحوا شاتمين معاهم، والتانيين دول ايه اللي هم بيحبوني جدا. وبعدين فوجئت بعد حتى حسام بدري كلمني، كان ساعتها مساعد لجوزيه، كان زعلان جدا قال لي مش مصدق ان الجمهور الاهلي كله قال لي طب انا كنت مفكر هنا هيشتموك لكن دول مش هيشتموك. فبداوا يكلموني تاني قالوا لي احنا ما عرفناش احنا بنشتمك ازاي، احنا فوقنا متاخرين ان احنا مش ده يعني تاكيدا لكلام حضرتك ده. اسمع القصه دي من التاريخ. اتفضل. في احد اشهر عام 74 واحده من المآسي الكرويه في استادات مصر، استاد الزمالك دوكلا. الزمالك ودوكلا براغ. احنا لسه ماشيين حاجه في الاهرام عن القصه دي بالصور القديمه والى اخره. احد الاسباب اللي عملت الهلع في المدرج واحد بيبص واحد قال لي انت عارفها ايه؟ واحد بص فوق قال لك ده المدرج بيقع، شاف السحاب يتحرك. اسمعها لاول مره بقى لان دي روايه من روايات شهود الواقعه. ايوه بيبص في السماء فلقى السحاب بيتحرك. تكون قاعد في قطر والقطر اللي جنبك بيتحرك. وقد كان حدث التدافع فالسور وقع خد 48 واحد بشكل اعمى. لا 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 الله. عشان كده انا بكلمك عن رؤيه تقدر تسحب اي جمهره في الاتجاه اللي انت عايزه، خاصه لو كنت سيء النيه. سهل قوي وانت سيء النيه. لا الناس انا ما بصيتش يمينها وشمالها والمدرج سليم، الدنيا سليمه وزي الفل. الغوغاء ده قال لك المدرج كله سامع. ادينا جبنا حالتين اثبات انك تستطيع ان تسحب الجمهره في الاتجاه اللي انت عايزه. صحيح. 48 واحد في ماتش الزمالك دوكلا براغ، ويمكن حتى كان من بين عشان العدد ما يزيدش الماتش ما كانش بدا. فالغي قبل ما تنطلق صفاره البدايه. واحد اخطا في التقدير، الاسحاب بيمشي. قال لك المدرج بيقع. اصاب الناس الهلع ابتدوا يندفعوا، راح وقع السور. السور وقع بالناس على اللي قاعدين تحت لانه كان عدد كبير. كانت الاعداد متجاوزه سعه الملعب، وكان لسه الملعب الحقيقه معمول جديد. سوق كمان كان الملعب جديد سنه 74. سوق النيه يستطيع أن يجعلك تسيطر على أعداد هائلة من البشر وتذهب بيهم في الاتجاه اللي أنت عايزه، خاصة لما تكون النفوس مهيئة. النفوس مهيئة في حتة الحماس والتفاعل. أجواء المباراة بالمناسبة كلها أجواء حماسية طبعا. أنت بتبقى رايح وجواك شحنة الحماس دي متحضرة. يا طلعت إيجابي يا طلعت سلبي. يا طلعت سلبي. طب أستاذ علاء، بمناسبة سلبي هرجع لك الصورة اللي بره استاد الدفاع الجوي، لأنه الحقيقة الصورة دي أنا مصمم عليها لانه فيها كل المتناقضات اللي خلقها ربنا. ادي قوات الامن داخل البوابه، وادي الالاف من الجماهير خارج البوابه، قوات امن سواء من الشرطه او وراها من القوات المسلحه، وعدد كبير جدا من الجماهير اعتقد معظمها سلميه، معظمها او دول يعني دول ما انت دايما زي ما قال خالد كده انه 50 واحد يقدروا يغيروا لك كل اللي بيحصل. يقدر ده دول عدوا القفص الحديدي اللي موجود. بس عايز حضرتك بقى تترجم لي الصوره، انا بدورها على ترجمه مش عارف. عايزك تقول لي صوره العربيات
صورة البشر، صورة اللي على السور، صورة الفنطاز بتاع البنزين، صورة بتاعة الغاز المسال الدموي، الله لا يقدر لو كانت خبطت في فنطاس البنزين دي كان حصل لنا ايه، ولا واحد اهوج راح ضرب فيها حاجة كانت انفجرت كان عدد الضحايا يبقى شكل عامل ازاي. طبعا ده تصوير خاص لينا كده بكاميرا واحد من يعني الهواة ده هنا كتر الف خيره، وهتشوف صور الناس اللي على السور اللي على الاسوار اهو. بص 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 حضرتك بقى هتلاقي العدد اللي على السور عدد كبير جدا، والامن اصبح شبه مكتوف الايدي مش عارف يتدخل ازاي او مش عارف يعمل ايه. ترجم لي الصوره، ترجم لي الصوره دي يا استاذ علاء وانت بتبص على كل بيحصل. تقريبا كل قوات الامن اصبحت متمركزه في الداخل، خصوصا ان بقى في خسائر بمحرق عربيه او يعني باحتراق سياره، وشوف بقى الدنيا عامله ازاي وترجم. بص العدد قد ايه على الصوره يا استاذ علاء. بص هو المعلومات اللي احنا عرفناها انه كان باب واحد بس هو المخصص. مش هو ده التجمهر قوبل بالاغلاق، والشرطه انا حاسس ان الشرطه كان برضو في حاله عدم يعني او ارتباك، خلينا نقولها كان في ارتباك. افتح الشباك ولا اقفل الشباك؟ الناس بتتزايد بره والاعداد. اسالك سؤال يا فندم، هو ليه الشارع فيه عربيات؟ عارف الشارع ده عرضه كام يا استاذ علاء؟ ده شارع كبير، شارع كبير. ليه في عربيات يا فندم؟ لان عرقله السير. ليه يا فندم في عربيات اصلا؟ يعني حضرتك استاد وكده وعلى شمالك ولا على يمينك صحراء قد كده ما شاء الله، هو ليه يا فندم ده مش فاضي؟ ليه مش مفضي الدنيا دي بشكل واضح عشان يبقى في انسيابيه، وحتى الله لا يقدر في حاله حدوث شيء يبقى في تحرك بانسيابيه، يعني بدل الليله اللي احنا فيها. بص الصوره قد ايه؟ قد ايه يا خالد؟ بص قد ايه؟ بص يا استاذ علاء قد ايه؟ اتفضل. يعني الشرطه عايزك تترجم لي بس. الشرطه ما حاولتش انها تعمل حاجز. تعمل ايه؟ ما واقفه هي بره وجوه واسع. لا بره المدينه الرياضيه كان لابد ان يكون في حاجز اوسع من كده قبل ما الناس ده بتاع القناه القنبله المسيله للدموع. بص بينها وبين الفنطاز بتاع البنزين قد ايه؟ اتفضل يا استاذ علاء. في حاله ارتباك. وانا شاعر ان الشرطه كانت مش عارفه اعمل ايه. افتح ما افتحش، ادخلهم من الباب واحد. بص على خالد، بداوا يجروا لما اترمت القنبله المسيله للدموع في وسط بقى العربيات وسط الناس وسط البشر. اتفضل يا استاذ. وخد بالك ان الحادث ده اعتقد انه تزامن مع حرق سياره الشرطه بالظبط، لانه كان قبل المباراه بساعتين. فالاجواء توترت. رجال الشرطه وقياداتهم الواقفين بقى في نوع من التحفز. الشباب ازداد اندفاعهم ناحيه الابواب، ومعظمهم عايز يدخل بدون تذاكر، عايزين يدخلوا ببلاش. دي الاخطاء الجوهريه طبعا طبعا. دي الحاجات اللي لازم يركز عليها الاعلام. سوء التنظيم. نعم لازم الحاجات يركز عليها الاعلام صبح ونهار زي درس. ادخل بدون ابتدائي. ما حدش يروح منطقه الملاعب الا ويحمل تذكره. هنقول مش في ترسانه القوانين اللي عندنا دي، هنحط هنشرع كمان نص عشان يعني نحبس اللي يروح بدون تذكره على منطقه الملاعب. انت رايح ابو ظبي ثلاث طيارات تذكره ولا من غير تذكره؟ لا تدافع. تدافع درجه اولى تدافع. انا سمعت امبارح واحد شاب طلع في مداخله بيقول ان انا دخلت مباريات كتيره في الجونه وفي اسكندريه وفي استاد القاهره ببلاش. ما هو احنا بقالنا ثلاث سنين ببلاش. من ساعه 2012 ببلاش. ممنوع. قال لك الملعب مدرجات للجمهور. النهارده انت الملعب ده ما ينفع. مخالف لابسط قواعد الكون طبعا. يعني مخالفه لابسط قواعد الكون. حتى السلوك حاجه ببلاش على الاقل، حتى ما تظلمش اللي معاه تذكره. اللي رايح بدون تذكره يعرض اللي معاه تذكره للظلم. خالد، مترو الانفاق دلوقتي بيركبوه ببلاش كمان. مترو الانفاق. سؤال ليك من فوق حضرتك، امتى هنقدر ننظم مباراه؟ سؤال سهل خالص. لا صعب جدا. صعب والله، صعب جدا. احنا ما عندناش، ضعفاء جدا في موضوع التنظيم. انت شايف مباراه الاهلي في نهائي الكونفدراليه كان في مشكله لكبار الزوار، وحتى رئيس الوزراء اصطدم بيه ناس وكان هيقع. لا، والسنغال. وفكرك بقى سنه 92 سامرانش وقع في المقصوره في افتتاح دوره. ده توقف على الباب. ده منع. منع سامرانش ده بيبقى عمل رئيس جمهوريه. امال ايه؟ منع من الدخول. انت ما عرفش يخش يعني بمعنى صح. انت عندك افه ما بتعرفش تنظم، لان ما فيش انضباط. حتى المنظم ممكن يقف كده ويشرب سجاره. استاذ علاء خلاص انا موافق. انا بسالك امتى؟ لان الناس دلوقتي تقول لك اللي انت بتقوله ده كله انا عارف. ازاي نعرف الناس؟ والله يا احمد صعب. السؤال صعب. طب خالد يمكن عندك الاجابه، يمكن انت مذاكر. احنا ما بنعرفش ننظم.
بس نعرف ننظم. ازاي؟ حط القواعد. النهارده بقواعد لا يمكن الفصال فيها. ما فيش حد يخدش منطقه الاستاد بدون تذكره. ونفذ. النهارده الاستاد في على حدود مدينه نصر من رمسيس ما حدش يعدي من دون تذكره. يعني بعمل سوق مبالغه. بعمل سوق مبالغه عشان اوصل للناس مثلا يعني. ما حدش يقرب من منطقه الاستاد بدون تذكره. الابواب هاتوا لنا صور مانشستر يونايتد اللي عرضتوها امبارح وبعض البوابات كده عشان يبقى كلام الاستاذ خالد كانه بيقرا من كتاب مفتوح. اتفضل. بس الكلام ده هتنفذه في كل الماتشات؟ هنشوف. بس هنشوف ده. هنشوفه سهل ولا صعب؟ ده انا هنفذه على ابويا. نعم. مش في كل الماتشات بس. هنفذه على ابويا. واللي بيجامله في الدوائر القريبه من التنظيم هيبقوا اول ناس يطبق عليه ومحدش هيخش بدون تذكره. بحيث انك انت هترفع شعار ولا زمن السفلقه. خلاص. على الكل. لانه على الاقل حتى لو انتوا بتتكلموا على انه حضور الجمهور فائدته الحقيقيه للانديه باعتباره جزء من المداخيل بنرفع شعار الشباك يكسب دائما. طب بص يا استاذ خالد، لان هي الانديه يعنيها ايه من حضور الجمهور؟ لان النهارده الشباك هيجيب فلوس. وانا النهارده لو بعمل مسرح ولا في سينما وفرض عليا حد الدخول بدون مقابل تاني اسبوع قفلته. لا بقى عندك سينما ولا بقى عندك مسرح، ما انت هتقعد تشحت لان الناس داخله ببلاش. طيب خليني معاك كده، خلوها كده واحده واحده زي ما كنت بطيء. اضافه لهذه الصوره يحدث هذا في الاف المؤلفه في اقل عدد او في اقل مساحه من الوقت. لحد لو الماتش الساعه 6 لحد 6 الا 9 انا هوريك. لا ده انا هوريك يا بيه، ما اللي انت بتقوله ده انا هوريه. انا بتنبأ بيه، انا ما شفتوش. انا هوري لك 6 صوره بيه. انا اولا بالمناسبه ده بيحصل في دول الجوار. طبعا. ايوه طبعا. بيحصل في دول الجوار. خليني اعيدها مره ثانيه. بيحصل في الخليج وبيحصل في شمال افريقيا. طب يا بيه الاستاذ ده قبل تلت ساعه وقبل ربع ساعه من بدايه المباراه بتبقى المدرجات فاضيه. لا بيحتاجوا تدافع. هرجع لده ثاني. نعم. في كاس العالم للشباب اللي اقيمت في الامارات اللي كان فيها منتخب مصر، كنت مشرف على المنتخب وحضرتك كنت موجود هناك. عايز اقول لك حاجه يا استاذ خالد، فالناس عايزين يعملوا دعايه للبطوله وعايزين جماهير، فمن السهل جدا يقول لك فتح الابواب بالمجان. لا ده الشيخ سمو الشيخ قام جاي شاري التذاكر، يشتري التذاكر قدوه، يشتري التذاكر بتاعت المباراه كلها وتروح حضرتك يبيعها بالمجان. عارف يعني ايه بقى بالمجان؟ هتروح على الشباك التذكره موجوده، بس بدل ما تاخدها بفلوس واقف في طابور تاخدها بالمجان وتاخد التذكره وبعدين تدخل. فاكر ولا ناسي؟ ايوه. يجي يقول لنا مثلا احنا عملنا للجاليه المصريه تذاكر، الشيخ فلان اشترى 5000، اشترى 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 5000 تذكره، بس لو سمحتوا مش هتاخدوها، انا رئيس البعثه. لا يا فندم مش هدي لك انت التذاكر في ايديك، تذاكر الجاليه المصريه على بوابه النادي الاهلي منفذ واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، التذاكر اللي بالمجان وفي سوبر ماركت كذا لو تفتكر. في سوبر، خلي بالك بقى ايه، وفي مطعم كذا وفي مش عارف مول كذا. فتروح حضرتك بتعمل ايه بقى؟ تطلع البطاقة ان انت مصري. خلي بالك يا خالد ان اللي انا بقوله بالمجان، ها ببلاش، مش اي حد ببلاش. ما هو مش ناس مجانين انه هيفتح يخش له 20 30 40 الف زيادة. هو عارف المصريين قد ايه بيحبوا فرقهم، وحتى في مباراة الامارات ففتحها المصري بالمجان وفتحها الامارات بالمجان. بس لازم تدخل معاك تذكرة طبعا، لان حتى بتتكلم على دول الجوار، فانا بقول لك ايه دول الجوار يعني. بالمناسبه ده بينطوي عليه نوع من الامان. قطر عندهم نظام مش طبيعي. لا خد لا خد بص في الجمله ده بينطوي عليه نوع من الامان. لانك انت برضو لازلت بتتحرك في اطار سعه الملعب. طبعا لا هيجي 10 زياده ولا هيجي 5000 زياده، لانك لو قلت النهارده الابواب مفتوحه هتجي لك يجي لك نص مليون. حلق عليهم بقى وشوف هتقعدهم فين وشوف الكارثه اللي ممكن تحصل من ورا القصه دي. فالفكره كلها انه حتى عندما تقرر شيء خارج المألوف انت بتضع له قاعدة. لانه انا ما بظنش ان في نشاط في الدنيا يمكن ان يحلق في الهواء كده دون دون ضوابط دون قواعد. زي النهارده ما بيكلمون على ان الرقابة هتسيب المشاهد اللي مش عارف ايه. يا راجل بذمتك كده وتفتكر ان ممكن يتفرجوا عندك في البيت على المشاهد اللي انت بتتكلم عليها دي؟ انتوا بتكلمونا انت بتكلمونا عن مصر تانية يا جماعه. ممنوع اللي تحت 18 سنه ويعرض سن ايه؟ هو النهارده فاكر ان هو بيحكم بنفس افكار ومعايير الغرب، انك ما تحط بلس 18 ولا زائد مش عارف ايه الناس هتلتزم. ده انت مجرد اما تحط هذا الشعار بتاع السن بتجزم. فيبقى ادعى
جاذب ان لان الممنوع مرغوب في في شرقنا الجميل. ده حريه الابداع الجديده. ما دي حريه ابداع النص التحتاني. طب قالها هنا عندي الهيئه. قال لي كلمه قال لك حريه الابداع. والله يا جماعه مصر بتاع النص التحتاني. انا راجل تجاوزت ال 50 يا كابتن شوبير استاذ علاء. انا راجل فوق ال 50 وفي حل عن اني اقول هم كام يعني. انما المقصد انتوا قاعدين بتغيروا لنا في القيم والمبادئ والاخلاقات اللي طلعنا عليها والمصحف بتربكوا افكارنا. بيغيرها ليه؟ زي ما في ناس هتبتدي تلخبطني في الاملاء من كتر ما عيني بتصطدم باخطاء املائيه بمكان ما بيكتبوا على فيسبوك وتويتر. والله هنسى الاملاء. طيب هرجع تاني لحضرتك والاستاذ علاء. استاذ علاء هرجع لك المشهد ده من جديد. واحنا جبناه لمشجع من ساعه ما نزل وخد المشوار بتاعه كان برضو عباره عن رياضه. انا مش بهزر، انا بتكلم جد يعني. مشي له مثلا بتاع 10 دقائق او اقل قليلا يعني، ولحد ما دخل الاستاد. ده من بدايته. انا عايز بقى حضرتك تقول لي على رجال الامن اللي موجودين، نوعيه المشجعين اللي موجودين، الطريقه، العدد اللي داخل، المنافذ اللي داخل منها، لانه ده في غايه الاهميه. كل من هو يرتدي جاكيت اصفر اتفقنا انه رجل امن. خلاص يا فندم. الاعداد، لا انت عارف جمهور مانشستر ولا جمهور المنافس، قد يكون جمهور مانشستر يونايتد او المان يونايتد زي ما بيدلعوه. وادي الاستاد، وادي الملعب، والمنطقه سكنيه يعني في حواليها برضو الترافورد بعض المساكن، وتبدا تظهر معاك بعض المشاهد لبعض اصحاب الزي الاصفر اللي هم رجال الامن اللي حدها يتزايدوا، ولكن بقوه وبتجهيز اكبر. والنوعيات اللي حضرتك شايفها يا استاذ علاء ما بين بنات وشباب ورجال واطفال، انا عرضت ده امبارح وبعرضه النهارده تاني ومش هزهق، لانه لازم نفضل بقى نفهم الناس ونذكر الناس. ورد موجود، كوفيه موجوده، اسعاف موجود، عربيه اكل موجوده، تواليت موجود، يعني كل حاجتك موجوده، احترام ادميه البشر موجوده في كل شيء، لكنه كمان تامينه واستجابته بقى. اتفضل يا استاذ علاء. انت شايف الناس رايحه ازاي؟ ده كان مانشستر يونايتد مع تشيلسي. اتفضل. رايحين بيستمتعوا. تمام. بيستمتعوا باليوم كله. يعني على رايك مفيش اي معاناه في وماتش بقى ماتش بجد، عربيات اسعافك موجوده، مفيش اي معاناه. الناس في بس بص امنك بقى هيزيد، هيبقى عامل ازاي؟ بص الامن بقى هيبدا الاصفر يزيد، الاصفر بيزيد كلما اقترب. وبعدين بص التامين عامل ازاي بقى، تبدا الحصانه مثلا او الخيول. اتفضل يا فندم. بقول لك مفيش اي معاناه، وكمان بيساعد على هذا انه شوف اللون الاصفر واقف بهدوء وبخيول. هو الحصان ما انتقدش بالمناسبه. ما انتقدش بره الحصان. لا هو كمان لو عجبته حصان هنا تبقى ليله سوداء. حصل بالفعل. الحصان بيخوفهم مع ان زمان كانت موجوده، حاجه غريبه جدا. موجود تعرف كده؟ موجود. كان زمان عندنا في زمان الحصان. بس لاحظ السلوك بقى، الناس داخله بهدوء. ايوه. وكله بيتكلم مع بعض، وكله داخل برغبة الاستمتاع والمشاهدة والتشجيع بس. نعم. لا في بس كل الاعمار موجودة. لا في واحد بيفكر انه يخبي لفتة او يلفها على وسطه. ولا في واحد بيفكر انه يشيل الشنطة اللي على الظهر دي اللي الواحد كرهها. لانها مليئة بسموم وتحس انه كل مآمن لبعض. حتى رجال الشرطة هاديين ريلاكس. مش شعارين بان هم بيواجهوا خالص متمردين. ده مانشستر يونايتد وتشيلسي اللي بيصور الفيديو ده واضح انه مصري. ممكن لانه منبهر بالفكره. فواخد من اول الباب لحد ما يروح لكرسي. شايف المشوار قد ايه يا علاء؟ بص بص حضرتك الناس داخل. المكان نظيف طبعا. العشر ثواني اللي فاتوا في جزء بس نرجع له تاني. يعني في ملاحظه مهمه قوي في الجزء اللي فات. اتفضل قول. لو تلاحظ ان الكتله المتحركه في اتجاه المدرجات في نصر طبعا ممكن يبقى اتجاهها عكسي. لو لاحظت ان هما ماشيين على الجنبين، يعني مفيش واحد جاي بيجري من النص. لا 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 اهو 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 باين اهو اهو في نظام شديد جدا. تمام. عشان كده احنا بننادي بايه النهارده بقى؟ منظومه سلوكياتنا لم تعد تناسب العصر. لا 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 مفيش. ولا تحدثني عن تقدم او اصلاح او حداثه ونحن نملك هذه المنظومه السلوكيه. اذا كان اعلامنا عايز يضيف نشاط جديد الى نشاطه الايجابي، وهو ايضا نشاط يتسم بالمسؤوليه الاجتماعيه، ده دورك مش تفضل منك. اشتغلوا على سلوك الناس يا جماعه شويه. سلوكنا خارج الزمن، كلامي قاسي معلش. سلوكنا خارج الزمن ولم يعد يناسب العصر. ربما هقطعك لحظه بس، انه حضرتك قلت قبل المباراه بربع ساعه وثلث ساعه. لا يا حبيبي، قبل المباراه بالظبط بست دقائق. وليه قلت ست دقائق؟ لانه هتتفرج بقى يا استاذ علاء، استاذ خالد، هو خلي بالك المصري اللي بيصور اللي انت قلت عليه انه مصري الله اعلم جنسيته، لانه انا منبهر زيه بالحدث. يعني اطفال اهم داخلين اهو، تذكره اهي، والشريطه بتاعتك بمدرجك اهو،
الاي دي كارت بتاعي قلنا انا موجود معايا مفيش ادنى مشكله اتفضل يا حبيبي ختمها له اتفضل او شافها او تابعها او كان جايب بالنسبه له دليل او مرشد بالنسبه له رايح فين وجاي منين البنوته الحلوه دخلت الصغنونه مع مامتها او مع اخوها او مع اختها ودخلت دلوقتي الى الملعب بقى عايز حضرتك بقى اهو الاصفر اهو موجود امن او منظم خلاص اتفقنا في الجهاز زي ما النيابه قالت باشارات مميزه بيبقى معاهم علامات مميزه ما زال موجود يا استاذ خالد ما زال موجود يا استاذ علاء شوف السلم صغير ماشي لا شوف بقى استاذ علاء لما دخل بص الملعب هتلاقي يا استاذ خالد الفير بلاي طالعين يعني لا الاجراءات اللي بتاخد ست دقائق بالظبط ساعه ما بتطلع تعمل قرعه احمائك الاخير تقف في مرماك او تقف في نص ملعبك استعدادا لانطلاق صافره البدايه يا استاذ علاء نعم انت شايف السلوك ده اولا في اماكن دول كان اسوا جمهور في العالم الهوليجنز طبعا الله يرحمك يا مارجريت تاتشر نعم يبقى التطور في السلوك للافضل احنا عندنا للاسف في ناس اعتبرت ان الثوره هي تغيير سلوك المدرجات بتاعتنا لا الثوره عمرها معناها ان هي ان انا اكون فوضوي اكون منفلت اكون طبعا كل الجوار. الكراسي احمر ده مانشستر يونايتد لا والناس قاعده بهدوء واللي بيدور على مكانه بيلاقيه نعم محدش بيدور على مكانه ايه اسمه بيدور على مكانه هو معاش عارف ظهر ظهر التذكره دايما بيبقى محدد لك الاتجاهات واحنا برضو من بين الحاجات اللي علامات الصفراء دي اللي قدامك دي فهو بياخد الشريطه الصفراء وهو داخل هو بيحدد النوع من دي او الخضراء او الحمراء او اللون الجيت بتاع التذكره نعم الجيت الرئيسي نعم عشان تبقى اقرب حاجه تركن عربيتك للمكان اللي هيبقى قريب للبوابه بتاعتك وعلى ظهر التذكره نفسها بيبقى محدد لك الاتجاهات هتخش يمين هتخش شمال اما تخش هيبقى كمان جوه المدرج بيبقى مقسوم مربعات بيبقى محدد لك الكرسي بتاعك لونه ايه مزبوط. عشان تبقى عارف مكانه بالتقدير ما تبقاش قاعد بتدور في 1000 كرسي ولا 500 كرسي بالمناسبه المكان الوحيد الذي ينطبق عليه نفس الكتالوج ده ملعب الجيش في سد برج العرب بس. معمول حسب كل المواصفات الاستاد الوحيد في مصر اللي تقدر تطبع له تذكره وتخش بيها من خلال الكتالوج على ظهر التذكره ملعب. هو ملعب الجيش في الصدر خلينا نروح لفاصل بس قبل الفاصل اتوجه بكل العزاء وبخالص العزاء لكابتننا الكبير كابتن محمود ابو رجيله في وفاه المغفور لها زوجته سيده فاضله عانت وقاست مع المرض خلال الاربع او الخمس سنوات الماضيه الحقيقه كان ونعم الزوج الوفي لها في لحظات المحنه وفي لحظات الالم كنت بكلمه امبارح لقيت صوته كده يعني تعبان ايه يا كابتن في ايه قال لي مدامتي وكان مسميها الحاجه يعني الحاجه تعبانه شويه والولاد واحده مع مش عارف اولادها ورحاب موجود في شغل ابنه اللي بنوجهله العزاء عضو مجلس اداره الزمالك وقال لي انا موجود قلت له طب معلش يا كابتن قال لي الحاله صعبه جدا وبقالنا فتره طويله فربنا عز وجل يعني يرحمها يعني الحقيقه ما كنت اكلمها الا ما كانت دايما وابدا تدعينا حتى في احلك لحظات المرض هي عانت وقاست وهو الحقيقه صمد معاها طويلا كابتن ابو رجيله الحقيقه بنعزيك من قلوبنا كلنا راجل تستحق كل حب وكل تحيه وكل احترام العزاء غدا ان شاء الله في تمام بعد صلاه الظهر مباشره من مسجد السيده نفيسه العزاء للكابتن ابو رجيله والابنه عضو مجلس اداره نادي الزمالك السيد رحاب ابو رجيله فاصل ونعود من جديد.